مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم القعر مع النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. نستهل هذه النشرة بإعلام برياحة قوية متوقعة لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت العالمي، ويهم في البداية شمال تونس ثم لاحقا وتدريجيا شرق تونس وخليج جابس، حيث تهب الريح جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض الضغط الجوي متوقع أن يصل 999 هكتوباسكال ومتواجد على المغرب، اتجه تدريجيا نحو إسبانيا ويساهم في تسيير تيار قوي جنوبي شرقي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس سحب عابرة بأغلب مجالات البحرية. بشمال تونس ستهب الريح جنوبية شرقية بين 15-25، تتقوى آخر النهار 25-30 عقدة، والبحر يكون مضطرب يصبح شديد الاضطراب آخر النهار. بشرق تونس ستهب الريح جنوبية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية بين 15-25 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطرب. أما بخليج جابس فتهب الريح جنوبية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية بين 10-20 عقدة، البحر عامة قليل الاضطراب. أما رؤية فتمتد من 3 إلى 8 أميال بأغلب مجالاتنا البحرية. هذه الليلة طقس يصبح مغيم جزئيا بكافة المناطق. بشمال تونس تهب الريح جنوبية شرقية بين 25-30 عقدة، والبحر يصبح شديد الاضطراب. بشرق تونس تهب الريح جنوبية شرقية بين 20-25، والبحر مضطرب. أما بخليج جابس فتهب الريح جنوبية شرقية بداية الليل بين 10-15، تتقوى تدريجيا لتصل آخر الليل 20-25، البحر يكون قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطربا. أما الرؤية فتتقلص عفوا تدريجيا من 7 إلى ميلين بأغلب مجالاتنا البحرية. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله طقس عامة مغيم بأغلب مجالاتنا البحرية، إمكانية بعض الأمطار المتفرقة تكون مؤقتة رعدية خاصة بشمال تونس. بالنسبة للريح تهب عامة جنوبية شرقية تكون بين 25-30، تتقوى تدريجيا آخر النهار لتصل بين 30-40 عقدة بكل من شمال تونس وشرق تونس، وهناك هبات قوية تصل 50 عقدة بالنسبة لشمال تونس. أما البحر فيكون شديد الاضطراب بكل من شمال وشرق تونس، الرؤية تمتد من ميلين إلى 5 أميال. بمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس ستتواصل الريح جنوبية شرقية بين 25-30 عقدة، والبحر في البداية مضطرب ثم يصبح تدريجيا شديد الاضطراب. أما رؤية فتمتد من ميلين إلى 6 أميال. فعلى الإخوة البحارة ملازمة الحذر والحذر الشديد. نمر الآن لحركتي المد والجزر. بميناء فاقصة متر و 23 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و 19 دقيقة و 84 سنتيمتر في الساعة 5 صباحا و 54 دقيقة. بميناء جابس متر و 66 سنتيمتر في الساعة 11 و 33 دقيقة و متر و 9 سنتيمترات في الساعة 6 صباحا و 3 دقائق. أما بميناء جرجيس ف 73 سنتيمتر في الساعة 11 ليلا و 22 دقيقة و 52 سنتيمتر في تمام الساعة 5 و 52 دقيقة صباحا. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكنكم مشاهدينا الأعزاء الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي عن طريق العناوين الظاهرة أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله، بقيت متابعة طيبة للجميع.